أشرف زكي يكشف حقيقة إصابة يحيى الفخراني بكورونا. أنوشكا تكشف حقيقة إصابة يحيى الفخراني بكورونا. حقيقة إصابة يحيى الفخراني بفيروس كورونا منذ 14 ساعة. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نصل بهذا الفيديو إلى 9000 لايك. لو بتحب يحيى الفخراني ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع يحيى الفخراني. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. أنوشكا تكشف حقيقة إصابة يحيى الفخراني بكورونا. نفت الفنانة أنوشكا صحة ما تردد عن إصابة الفنان يحيى الفخراني بفيروس كورونا، موضحة أنه لا صحة لما تردد عن إصابة الفنان يحيى الفخراني بكورونا. وأضافت في مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع على فضائية الحدث اليوم أن رانا رئيس هي التي أصيبت بفيروس كورونا وأعلنت ذلك وتمكث في منزلها وبدأت التعافي. وأوضحت أن فريق عمل نجيب زاهي زركش أجرى المسحة الطبية وأكدت أنه لا مصابين بأعراض كورونا بين فريق العمل. الجدير بالذكر أن يحيى الفخراني قد بدأ تصوير مسلسله الجديد نجيب زاهي زركش ليكون أول مسلسلات رمضان لعام 2021 في أماكن التصوير، حيث وضع القائمون خطة لتصوير العمل والانتهاء من مشاهده بالكامل قبل حلول شهر رمضان المبارك لرغبة الفخراني في عدم التصوير بالشهر الكريم. ومسلسل نجيب زاهي زركش من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني وإنتاج شركة سينيرجي وبطولة يحيى الفخراني وأنوشكا ورامز أمير وكريم عفيفي وإسلام إبراهيم ومحمد محمود وضيفة الشرف هالة فاخر وعدد آخر من الفنانين جاري التعاقد معهم بالتزامن مع التصوير. وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي عائلي. وعلى جانب آخر كشف الفنان يحيى الفخراني مؤخرا أنه يبحث دائما عن موضوع يمكن من خلاله إضحاك الجمهور، لافتا إلى أنه يحرص في جميع أعماله على إضفاء نوع من الكوميديا داخل المشاهد. ولفت خلال لقائه ببرنامج فرصة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة أون إي إلى أنه في مسرحية الملك لير رأى الجمهور كم كانت عبقرية شكسبير تظهر جليا في تجسيده للدورة، متابعا عبقرية شكسبير كانت بين في عز للتراجيديا، ولكن لازم أكون حريص أضحك الناس برضو. وأكمل ضاحكا شكسبير لو كان عايش ما كانش حيبقى راضي عني، معقبا عملت الدور في الملك لير بالشكل الذي يليق بي وليس مثل ما أراد شكسبير. وأشار إلى أن دوره في مسلسل نجيب زاهي زركش عبارة عن علاقة أب بأبنائه، مضيفا عملت زمان الأب البايز في يتربى في عزه وعملت رومانسية زمان في مسلسل نصف ربيع والليل وآخره، بس دلوقتي ما قدرش أطلع أبوس بحكم سني. وفاة يحيى الفخراني حقيقة أم شائعة؟ انتشرت في الآونة الأخيرة شائعة مفادها أن الفنان المصري الكبير يحيى الفخراني قد توفي عن عمر 72 عاما، ولكن الحقيقة أن الفنان يحيى الفخراني يشارك في مسرحية خاصة من بطولته باسم ألف ليلة وليلة. وعلق الفخراني على هذه الشائعة السخيفة قائلا أنا بخير رح أقابل جمهوري. وعلق نقيب الممثلين في مصر الدكتور أشرف زكي قائلا شائعة سخيفة وتنتشر بينما هو يقف على خشبة المسرح ويؤدي دوره. ما حقيقة إصابة الفنان القدير يحيى الفخراني بكورونا؟ أكدت الدكتورة لميس جابر زوجة الفنان المصري الكبير يحيى الفخراني عدم صحة ما يتردد عن إصابة الفخراني بفيروس كورونا، وأفادت أنه بحالة صحية ممتازة. وقالت الدكتورة لميس جابر إن الفنان يحيى الفخراني لديه تصوير طوال الأسبوع المقبل، لافتة إلى التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية بمواقع التصوير. يذكر أن النجم الكبير يحيى الفخراني قد بدأ بتصوير مسلسله الجديد نجيب زاهي زركش ليكون أول مسلسلات رمضان لعام 2021، ووضع القائمون على العمل خطة لتصوير العمل والانتهاء من مشاهده بالكامل قبل حلول شهر رمضان المقبل لرغبة الفخراني في عدم التصوير بالشهر الكريم. مسلسل نجيب زاهي زركش من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني وإنتاج شركة سينيرجي وبطولة يحيى الفخراني وأنوشكا ورامز أمير وكريم عفيفي وإسلام
سلام إبراهيم ومحمد محمود وضيفة الشرف هالة فاخر، بالإضافة لعدد آخر من الفنانين جاري التعاقد معهم بالتزامن مع التصوير، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي عائلي. هذه هي حقيقة وفاة الفنان يحيى الفخراني. انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية شائعة عن وفاة الفنان الكبير يحيى الفخراني، وهو ما أصاب محبيه بحالة من الهلع، لكن نقيب الممثلين أشرف زكي خرج سريعا لينفي الشائعة مؤكدا أن الفخراني يعرض مسرحيته ليلى من ألف ليلة في الوقت الذي تنتشر فيه تلك الشائعات. وأوضح الفخراني بعد انتهاء العرض المسرحي وعلمه بما تردد أنه بخير، وكان بالفعل على خشبة المسرح في وقت انتشار تلك الشائعة. وكشف الفنان يحيى الفخراني عن وصيته في حال مرضه، وجاء ذلك بعد وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي بسبب حزنه الشديد عليها. ونصت وصية الفخراني التي أعلنها في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب على ألا يأخذوا أي أموال من الدولة في حال مرضه، حيث قال: أنا لو أصبت بمرض سيتكلف علاجه الملايين وأنا لا أملكها، فلا تأخذوها من الدولة. وأكد الفنان يحيى الفخراني من خلال تصريحات بأنه ميسور الحال، كما أكد على أنه لا يستطيع الإنفاق على نفسه، بينما هناك كثيرون لا يستطيعون ذلك، وبالتالي هم أولى بالعلاج على نفقة الدولة. أشرف زكي يكشف حقيقة إصابة يحيى الفخراني بكورونا. على مدار الساعات القليلة الماضية انتشرت شائعة إصابة الفنان القدير يحيى الفخراني بفيروس كورونا الوبائي، وتفاعل مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي مع هذه الشائعة بشكل واسع. وقبل تزايد الشائعات خرجت الدكتورة لميس جابر زوجة يحيى الفخراني عن صمتها لتنفي صحة ما يتردد عن إصابة الفخراني بفيروس كورونا وأنه بحالة صحية ممتازة. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤالا وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات. ما هي حقيقة إصابة يحيى الفخراني بفيروس كورونا؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصل لكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.